البيت على طول وجبتهم. صور يا مون. شاطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالنا اتصال يا جماعة من قرية الطوط تبعكم أمادة. هنجود بكوبرا يا جماعة. طبعا النهاردة يا جماعة أكتر الناس عرفوا الكوبرا من اليابان. طبعا اللي اتصل بيها دي يا جماعة رن على الأستاذ أحمد الدكروني، والأستاذ أحمد الدكروني اداله رقمي وقال له خالد قريب منك في كوب حمادي. طبعا يا جماعة اتصل بيها وقال لي الكوبرا في جحر، بس ثلاث ارباعها في الجحر والربع بتاعها مربوط في حبل بره أو متخبل في حبل، حاجة زي كده. طبعا يا جماعة احنا متوجهين إلى هناك، قلت له خلي كل حاجة على وضعها ومحدش يعمل حاجة لحد ما نوصل. طبعا يا جماعة انا بيني وبين هناك يعني حوالي ربع ساعة كده ونكون عندهم ان شاء الله. وطبعا يا جماعة اذا قلنا اللي ربنا يستر علينا وعليكم يا رب، وتابعوا معنا ان شاء الله. تعالى 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 هنا، تعالى هنا. لا 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 هتهرب جوه. طبعا يا جماعة هي يافا هي طبعا غابطها يا جماعة. تضربها صح؟ لا لا خالص، هي زي ما هي كده، اديلها ده زي ما هو كده. انا ما بحبش نضربها سكر ماس، ما انا عشان كده كنت عايز تيجي من هنا قبل ما تدخل هي جوه عشان ما تغلبكش. انا ما بنحبش نأذيهم. خالص ولا افحى؟ لا لا افحى. اه صح كده، دي محتاجة كلام يا ابو عمار. شفت المصيبة السوداء اللي فيها؟ بس خلي بالك ده مش لوحدي، في هنا واحد اهو. لا في ثاني حاطط ده اهو برضونا. اه امال ايه. اه صور يا عم، صور صور وشها يا مكرم. انت بتنكش علينا بعيد كده، لا تصف علينا. انا اتصوك بالماسك يا حبيبي. انت شفت ذاك النهار ده؟ ايوه يا عم موجوده مش شيء. الرباط يا لهوي، اوعى اوعى. ما تيجي امامي من قدام من اهو. لا هو الرباط بهدلها اصلا. ده هي مربوطه امبارح بالليل بس. رازي والله امبارح بالليل بس. انا ما كنتش هنا، لو هنا كنت رنيت على طول وجبت. صور يا مون. شاطر. في تاني بقى هنا في الحطب. اه في الحطب ده في. بصوا يا رب يا جعل اقل. عمرها كم دي يا عمر؟ دي من عنده الشكل اهو. مفتاح 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 ده مالت بقاسم. طب النقطة السامة دي لو في بني آدم بقى؟
لو عجبك الفيديو متنساش تشترك في القناة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.